لسه مكملين معاكم حلقتنا، وزي ما كانت حلقتنا يوم الاربعاء عنوانها الاهلي والفولت العالي، حلقتنا ومنورتنا النهارده عنوانها الاهلي المخيف بمن حضر. والحقيقه في كل مره رجاله الاهلي بياكدوا لنا وياكدوا لجمهورهم ان دي مش مجرد كلمات بنقولها، لا واقع حقيقي بيحصل قدام عيون العالم كله. في كاس العالم اللي فات والنهارده وفي ظروف كتير جدا الاهلي اتحط فيها، كان بيضطر انه ما يلعبش بالتشكيل الاساسي، والجمهور بيبقى عنده شويه خوف وشكوك وده طبيعي، لكن كل مره بتيجي اللعيبه الموجوده على ارض الملعب وتقول لنا ما تخافوش، كلنا واحد، كلنا رجاله وقد فانيله الاهلي وقد المسؤوليه، ثقوا فينا وعمرنا ما هنخذلكم. ودي الحقيقه واللي بنشوفه منهم في كل مره، وعشان كده بنحيي بجد كل رجاله النادي الاهلي، من الحريفه محمد الشناوي حارس المرمى الاول، ورامي ربيعه، ومحمد هاني، وعلي معلول، وخالد عبد الفتاح، اللي في الحقيقه على الرغم من ان دي اول مباراه ليه مع الاهلي كاساسي وفي مباراه تعتبر صعبه جدا لانها مباراه قمه، الا انه كان قد الثقه والتحدي وعمل مباراه كبيره جدا. وكمان بنشكر طبعا طبعا حمدي فتحي اللي من وجهه نظري انا الشخصيه رجل المباراه، واليو ديانج وحسين الشحات وكهربا طبعا وعبد القادر وشريف، كل اللعيبه في الحقيقه اللي كانت موجوده امبارح بنشكركم جدا جدا جدا. صح مظبوط. يمكن يا أميرة التاريخ، خلينا نقول التاريخ بيتكتب والحاضر بيتسجل والمستقبل واضح، وده من مبادئ القلعة الحمراء. الأهلي ولاعيبته بيظهروا في كل وقت صعب وبيوروكوا قد ايه هم قادرين يكونوا قد الثقة والتحديات والصعوبات اللي بيواجهوها، وعشان كده بنقول انه مش اي لعيب حتى لو حريف يقدر يستحمل حمل تيشيرت النادي الأهلي. كلمة السر في انتصار امبارح واي انتصار الاهلي هو يرحمكم الله يرحمنا يرحمكم جميعا، هو الروح والعزيمة اللي بيلعبوا بيها كل اللعيبة. يعني احنا كان عندنا 9 لعيبة اساسيين غايبين عن المباراة سواء للإصابة أو للإيقاف، يعني عمرو السولية، بيرسي تاو، كريم فؤاد، أكرم توفيق، عبد المنعم وغيرهم، ياسر إبراهيم. بنتمنى طبعا عودتهم بسرعة للملعب، لأن في النهاية لو بصينا هنلاقي أن فرقة واحدة بس اللي بتعرف تفرح جمهورها، فرقة واحدة بس اللي لعبتها وقت ما الجمهور بيحتاجهم بيلاقيهم، فرقة واحدة اللي مهما كان عندها غيابات ومصابين ومشاكل لازم برضو يقولوا لجمهورهم احنا رجالة وموجودين. اي لعيب في ارض الملعب بيطمننا، لان احنا واثقين انه مش هيتخاذل ولا هيستخسر 1% من مجهوده مع الاهلي. دايما الهدف واحد في كل ماتش، سواء كان ماتش سهل ماتش صعب، المكسب دايما مش صعب على الاهلي ولا على لعيبه الاهلي الحقيقه. بالظبط يا هند، كلامك مظبوط جدا. ويمكن في لقطه تانية مهمه جدا برضه يا هند، عمر ما حد يعرف يشتريها باي فلوس، لقطه عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها غير في نادي كبير زي النادي الاهلي، وهي لقطه التونسي علي معلول في الدقيقه 63 لما جمع اللعيبه كلها بعد الهدف الاول، وقف اتكلم معاهم وشجعهم وحفزهم واكيد وصل لهم تعليمات طبعا من المدير الفني. بس خلينا هنا نتكلم عن الخبره والشخصيه ودور القياده جوه الملعب، ازاي بينادي على اللعيبه زي ما شايفين مع بعض، واللعيبه كلها واقفه بتسمع له، واحنا كلنا بيقول لهم ان احنا كلنا بنلعب مع بعض، قلبنا على قلب بعض، عايزين نحافظ على المكسب ونروح الجمهور اللي بيتفرج علينا وهو مبسوط ومش زعلان. فلقطه بجد لازم نتكلم عنها وتاخد حقها. يعني شيء بالشيء يذكر، انا عايزه اقول حاجه عن علي معلول. الميزه في علي معلول انه على الرغم من انه لاعب محترف الا انه عمره ما يحسسك انه مجرد لعيب محترف تونسي جاي يلعب في مصر في النادي الاهلي وماشي، تحس ان هو اهلاوي مصري ابا عن جد، يعني تحسه واحد من ابناء وناشئين النادي الاهلي، كل يوم بياكد على حبه وانتمائه وعشقه للنادي الاهلي. شخصيه من الشخصيات المحترمه اللي بتادب الواجب بتاعها على اكمل وجه سواء في الملعب او بره الملعب، وده الحقيقه اللي بنشوفه من كل المحترفين الاهلي بيجيبهم، لان اهم حاجه بندور عليها هي شخصيه اللاعب، شخصيه اللاعب اللي بتمشي مع طبيعه شخصيه الاهلي ولا لا، عنده نفس المبادئ اللي عند النادي الاهلي ولا لا، ده مهم جدا جدا. صح يا هند، لان معروف طبعا النادي الاهلي نادي ما عندوش النجم الاوحد، النادي الاهلي بيتعامل مع كل اللاعبين على انهم نجوم الفريق كلهم واحد، وده هو اللي بيوصل اللعيبه المحترفين ولاد النادي، ولاد النادي للروح دي، هو ده. بنتمنى ان الروح دي تفضل موجوده ونشوفها موجوده اكتر واكتر الفتره اللي جايه، خصوصا في كاس عالم للانديه وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. وعايزين نجاحات كتير وفرحه كبيره، عايزين يعني ايه
مش عايزين نشبع من النجاحات دي، عايزين كل حلقه نيجي نبقى عاملين احتفال ومهيصين ومزقططين كده، لان بجد مفيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي.